الحكايات اللي بحب أتابعها حكاية نادي الماريا. الماريا هي مدينة أسبانية تقع على البحر، وهي من مدن الأندلسية. مدينة فيها 190 ألف نسمة. من 4-5 أشهر كده قام تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بشراء نادي الماريا. تجربة يعني تحب ان انت تتابعها وتشوف مستمرة ازاي او ماشية ازاي. في وقت قصير جدا هذا النادي اللي موجود في الدرجة التانية ابتدى يعمل دوشة. ابتدت المدينة، وطبعا ده نادي المدينة، يعني ده النادي اللي بيمثل زي عندنا كده نادي المحلة، نادي طنطا، فده نادي الماريا اللي هو بيمثل مدينة الماريا. فابتدى الناس في المدينة يهتموا، طب مين الراجل ده؟ ده جاي من المملكة العربية السعودية، هيعمل ايه في النادي؟ هيحسنه؟ هيشوف لنا استاد جديد؟ فابتدت الدنيا كلها تتغير. الاستاد بتاع الماريا ابتدى يتحسن، ابتدى يتعمل فيه انشاءات، الجاب فوق ال 11-12 لاعب جديد للنادي، النادي بيعمل انجازات كبيرة في دوري الدرجة الثانية، النادي بيعمل انتصارات وبيبقى فيه مسابقات على سيارات على فكرة بيتم السحب عليها في اسبانيا وفي العالم العربي وفي مصر. اخر حاجة اتعملت والناس منبهرة بيها، اتعمل كرنفال كبير وحفل كبير لمدينة الماريا. حضروا 15,000 شخص، 15,000 واحد. لو تشوفوا الاحتفال عامل ازاي، نسمعوا لو سمحتم بالصوت. زي ما انتم شايفين العدد اللي موجود والحضور الكبير بتاع المدينة. كان في دي جي مشهور جدا اسمه ريهاب، وكمان عمرو مصطفى غنى أغنية من كلمات تركي آل شيخ، هنسمع برضو منها حتة من الألبوم بتاع عمرو مصطفى. إنما البلد اتقلبت، في إحساس بأنه النادي بيتغير، في إحساس أنه النادي بيحقق نجاحات كبيرة، في انبهار شديد. الناس كان النادي ده يعني ملقى كده. وهنا العظمة في الحكاية، ان انت تاخد حاجة ممكن كان يبقى فيها مشاكل، ممكن يبقى عليها ديون، ممكن ما تبقاش كبيرة، وفجأة تتغير وتبقى حاجة تانية. لو نسمع اغنية عمرو مصطفى اللي كتبها تركي آل شيخ. الشغل اللي عمله ريهاب والشغل اللي عمله عمرو مصطفى والإبهار اللي معمول في الحفلة ضخم وكبير، وزي ما حضراتكم شايفين دول جمهور أسباني ولكن بيتفاعل ومع أغنية مصرية عربية، لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى. خدوا بالكم أن شعار نادي الماريا هو الأسد، فيعني هي صدفة أن الأغنية فيها كمان المعاني دي. وبعدين في جزء من الحفلة اتعمل ألعاب نارية برضو مذهلة وكبيرة، حاجة جامدة جدا. قصة نجاح، يعني الواحد بيحب يشوف القصص النجاح العربية دي بره بتبقى عاملة ازاي. نشوف الألعاب النارية عاملة ازاي.
طبعا زي ما قلت لحضراتكم دي الحاجات اللي بالإضاءة، وطبعا برضو كان في فيديوهات تانية فيها ألعاب نارية ضخمة جدا في هذه المدينة، نجاح كبير جدا وسعداء به. ونتابع إن شاء الله بعد كده يبقى فيه نادي المارية ده يطلع الدرجة الأولى ويلعب بقى مع ريال مدريد ويلعب مع برشلونة ويلعب مع الفرق الكبيرة دي، ونجاح كبير جدا زي ما قلنا لحضراتكم، شيء كان مبهر والناس كتير كانت سعيدة بيه امبارح. الحكاية القادمة